طيب حضرتك ذكرت دكتور ايضا تحدثت عن مساله اسماء الله الحسنى، ويعني وهذا ايضا من العلم اللي ربنا عز وجل يعني بعته لنا من خلال الوحي في القران. دكتور الايه الكريمه وما قدر الله حق قدره، هل نحن كمخلوقات بني ادم عقولنا قاصره عن تصور وتخيل حقيقه الله عز وجل وعلمه وصفاته؟ لا شك في ذلك. شوف يا اخي الكريم، الله عز وجل أذن لنا في أن نعلم بعض صفاته لا كلها، وقد بينا أن بعض صفاته سبحانه وتعالى لا نطلع عليها إلا في الآخرة، هي علم مدخر. وأسماء الله عز وجل تختلف عن أسماء غيره من المسمين، يعني الاسم في حقنا نحن له وظيفة واحدة، هي وظيفة العالمية. يعني حضرتك اسمك طارق ليعرف الناس شخصك من خلال هذا الاسم فقط، وكذلك كل الناس، ولا تلازم بين الاسم الذي يسمى به أحدنا وبين معنى الاسم. يعني لا يلزم أن واحد اسمه صادق يكون صادق، ولا مؤمن يكون مؤمنا، ولا كريم يبقى كريم، بل بالعكس قد يكون على النقيض من ذلك. أما ربنا عز وجل فأسماؤه دلت على معنيين، كل أسمائه الحسنى دالة على معنيين أو على أمرين. الأول منهما العالمية، فكل اسم من أسمائه علم عليه، يجوز أن يدعى به ويجوز أن يوصف به، يعني يدعى به قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وله الأسماء الحسنى يعني فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ذروا الذين يلحدون في أسمائه. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني بأي اسم من أسمائه دعوتم فكل هذه الأسماء له، وهو سبحانه وتعالى مسمى بها وموصوف. المعنى الثاني في أسماء الحسنى معنى الوصفية. يبقى كل أسماء الحسنى دالة على العالمية فيدعى بها ويسمى بها، وكل أسماء الحسنى دالة على الوصفية، أي أنه سبحانه وتعالى موصوف بمعانيها على الكمال. فاسم الله الرحمن دال على اتصافه بالرحمة، ودال على أن الرحمن علم على الله عز وجل. فيجوز أن أقول يا رحمن، ويجوز أن أقول يا رحيم، ويا كبير، ويا كريم، ويا ولي، ويا حميد، كل أسماء الله الحسنى، وهو موصوف بمعانيها. فالرحمن اسم من أسماء الله، واحد. اثنين، صفة من صفات الله، فهو موصوف بالرحمة الكاملة التامة سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى له من الصفات أوسع مما له من الأسماء، لأنه ليست كل صفاته سمي بها، والذي يسمي نفسه ولا يحق لأحد أن يسميه إلا بما سمى به نفسه. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يسمي نفسه ببعض صفاته، وصفاته أوسع من أسمائه، وصفاته علم واسع لا ساحل له ولا نهاية ولا حد سبحانه وتعالى. ومما يمكن أن نتلمس فيه بعض إشارات إلى الأسماء المدخرة ما ورد في قول الله عز وجل في كتابه العزيز: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. فيعني معنى أنه يعطي على السيئة إذا تبت بمقدارها حسنات، هذا معنى تحت أي وصف يندرج. العفو يمحو أثر الذنب، الغفور يضع إثم الذنب، التواب يقبل منك الاعتذار، الكريم يعطيك على الحسنة أكثر مما تستحق. لكن تحت أي اسم من أسماء الله يمكن أن نضع أنه يعطيك على السيئة إذا تبت منها، على المعصية إذا أقلعت عنها، مقدار ما كان عليها من الوزر حسنات؟ سبحان الله. الإمام الألوسي رحمه الله لفتته هذه المسألة، وقال إن هذا المعنى لا وصف له، يعني إذا وضعته تحت وصف الرحمة أو العفو أو المغفرة أو الكرم أو كذا أو كذا، كان المضمون الموجود في هذه الآية أوسع من أي لفظ من هذه الألفاظ على حدته. وعليه فإن هناك معاني لو تلمستها تدلك على أن لله أسماء لم نطلع عليها بعد،
وأنها كما سميناه من العلم المدخور الذي ادخره الله للخلق في الآخرة، وفيما كشفه الله لنا من العلم حكمة، وفيما ادخره عنا من هذا العلم حكمة. لكن ما نستطيع أن نقوله أن جملة الأوصاف التي وصف الله بها نفسه كافية لبناء التصور الذي يحتاج إليه الإنسان في هذه المرحلة، رحلة الحياة عن ربي سبحانه وتعالى، وكافية لإقامة التعبد الكامل الذي يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذا عن الصفات. بقي حديث مهم عن الذات، عن ذات الله عز وجل، وهي مسألة لا يستطيعها الإنسان قولا واحدا، بل لم يستطعها الأنبياء. فالذي نعتقده أن نبيا من الأنبياء لم يرى ربه عز وجل أي رؤية حقيقية. نعم، قد يرون نور الله عز وجل، أو يرون آثر نوره على خلقه. موسى عليه السلام قال لربه أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني نور ربه للجبل، جعله دكا وخر موسى صاعقا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن رؤية ربه قال نور أن أراه، لا أستطيع في هذه الدنيا. وحتى قول ابن عباس في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في رحلة المعراج على ما رواه عنه بعض الأئمة يحمل على أنه رأى نور ربه لا رأى ذات ربه، هذا ممتنع. ولا يرى الناس الذات الإلهية إلا على وجه الجزاء والمثوبة في الجنة، كما جاء في قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إلى الله عز وجل يكون في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم أي أيها المؤمنون يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. فالبشر في الدنيا غير مؤهلين وغير قادرين على أن يتصوروا ذات الله عز وجل، فضلا عن أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومهما خطر ببالك فالله فوق ذلك، مهما تصورت لن تقدر الله قدره. فلن تقدر الله قدره إذا حاولتم أن تتصوروا ذاته، وهذا غير ممكن، لأنه أنت عندما تفكر العقل البشري يفكر من خلال الأمثلة التي رآها فيقيس عليه، ونحن إدراكاتنا محدودة، ملاحظتنا هي في حدود الأرض التي نعيش عليها والمخلوقات الموجودة فيها والسماء أو الأفق الذي يضللنا فقط، وهذا كله بالنسبة إلى الله ليس شيئا، لا يساوي شيئا. وقد أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يقرب لنا هذه المسألة فقال عز من قائل وسع كرسيه السماوات والأرض. ومن ثم إذا كان الكرسي الذي هو مخلوق وهو لا يساوي شيئا بالقياس إلى العرش، والكرسي والعرش لا يساويان شيئا أبدا في بالقياس إلى ذات ربنا سبحانه وتعالى، إذا كان الكرسي ومخلوق صغير قد وسع السماوات والأرض، فما بالنا بخالق الكرسي ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا أمر لا تستطيع العقول. لذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا الله قدره، هذا مستحيل، هذا فوق الإدراك البشري. والذي يحمل نفسه مؤنة التفكير في هذا يتعبها ويحملها ما لا تستطيع، ولن يصل إلى شيء إلا إلى الشتات وإلى التيه. لذلك ينبغي على المؤمن أن يريح نفسه من التفكير في ذلك تسليما بأنه لا يستطيع، لأن عقله أمام ذلك محدود.